لم يتحرك قطار التسوية كما توقع البعض بعد الإعلان عن مشروع الاتفاق الجديد الذي قدمه الوسيط الأممي، وعادت مشاورات الكويت للنقطة التي بقيت فيها طوال أكثر من 3 أشهر. الوفد الحكومي متأهب على الدوام للمغادرة، فيما وفد الميليشيا واقف على بوابة الرفض لكل المقترحات الأممية. وبعد أن كان الوفد الحكومي قد أعلن موافقته على مشروع الاتفاق الأممي وتراجعه عن مغادرة الكويت، عاد وأعلن تمسكه بموقفه من إنهاء مشاركته في المحادثات إن لم يوافق وفد الميليشيا على ذات المقترح. مصادر في الكويت أكدت أن الوفد الحكومي سيغادر عائدا إلى الرياض بعد أن يعقد اجتماعا مع ولد الشيخ، على خلفية استمرار وفد الميليشيا على موقفه الرافض بالمطلق للمقترحات الأممية وتمسكه بما يسميه الحل الشامل. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الأرض وعودة الهجمات على المناطق الحدودية مع السعودية وسقوط عدد من العسكريين والمدنيين في تلك الهجمات، مما استدعى تأكيد المتحدث باسم قوات التحالف أن العمليات العسكرية للتحالف ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن. لكنه تصريح لم يكن يخلو من إشارة لا انكفاء العمليات العسكرية للتحالف للرد على هجمات الميليشيا على الحدود. وهذه بالضبط هي النقطة التي انطلق منها تصعيد الميليشيا الأخير، إذا اختارت الميليشيا تصعيدا معتمدة على تراجع مؤشرات الحسم العسكري وتعامل المجتمع الدولي مع مواقفها في المحادثات بشيء من التساهل، ومع إعلانها المجلس السياسي الأعلى في صنعاء فتحت بوابة التصعيد المتبادل. ولكن لا أحد يعرف أين ستتوقف هذه اللحظة، وما هي مواقف الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وهي التي تعطي دائما مؤشرات أوضح عن مصير واتجاهات الحرب والسلام اليمنيين.